اهلا بكم في فيديو جديد، وباذن ربنا في الفيديو ده هنكمل سلسله فيديوهات في السريع، وهنتعلم في الفيديو ده لما حد يجي يديلك لكمه في وشك وانت عايز تنهي الفايت في 3 ثواني. لما حد يجي يديلك لكمه هنصدها بالطنصه والعضيه. طبعا الطنصه بتطلع بالشكل ده مع انحراف بسيط. ليه مع الانحراف؟ لان انا لو صدت اللكمه هتدخل في وش، لو كانت الصد اضعف من اللكمه. طيب احنا بنعمل الانحراف ده ليه؟ عشان اللكمه تعدي من جنبي زي ما احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. طب ايه الجديد اللي في الفيديو ده؟ بعد ما انت بتصد اللكمه بتمسك اللكمه وبعد كده بتدي كوع في الوش وصيف يد في الرقبه وضربه في الوش بالشكل ده. لما تيجي تضرب عليهم في البيت بيبقى بالشكل ده. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة وهكذا. طب لو انت عايز تخليها بشكل تاني، ممكن بعد ما انت بتعمل الطنسة وصيف يد في الرقبة وضربة في الوش وقوة، يبقى واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. يبقى لما تيجي تضرب عليهم في البيت أول 3 حركات نكسر مع بعض، واحد اثنين ثلاثة، أما بالنسبة للتانية واحد اثنين ثلاثة. ده كان كل حاجة في الفيديو، شكرا ليكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ونشوفكم في فيديو جديد.